في الفيديو ده هنعرف ازاي ممكن نستفيد من اي حاجة باظت او اتكسرت ونعملها اعادة تدوير بشكل ديكور جميل. ولو عندك كوباية حلوة او كاس اتكسر، بدل ما تزعلي وترميه هقولك ازاي تخليه تحفة فنية، وكمان هتفرحي بيه اكتر من الكاس اللي اتكسر. مش بقيت تكسري الباقي وتعمليهم طقم. ادي الكاس اللي اتكسر وده القاعدة بتاعته، بس هو كان في حتة من النص اللي هي الطويلة دي العنق بتاعه اتكسر فضاع يعني وكده، فحط له مسمار يعني اللي هو يعني هعمل له بقى عملية جراحية واركب له شريحة وبعد كده هجبسه. هلزقه بالشمع، دي اول حاجة ان انا هلزقه من بالشمع من فوق ومن تحت علشان يبقى هو بدل الحتة اللي اتكسرت. كده اهو بعد ما لزقتها ووقفته هبتدي بقى ان انا زي ما قلت لكم اجبسه اهو، يعني هعمله بالشيكرتون عشان الشيكرتون هو اقوى حاجة يعني ليه، وافضل الف كتير بس ما الفش كتير لدرجة بقى ان هو يبقى تخين يعني وكده، لا انا عايزاه رفيع علشان لما اجي اعمل العنق بتاع الوردة يبقى رفيع. دلوقتي هبدأ ان انا احط بقى ايه العجينة السيراميك، عجينة السيراميك، بس الاول هحط غير همليها كلها غيرة كده علشان طبعا ده برضو من ضمن الطبقات اللي هثبت بيها الكسر. هبدأ احط الحتة بتاعة العجينة الخضراء اللي انا هحطها في المكان ده، بس ما حطش طبقة كبيرة علشان ما تتخنش، الحتة دي لازم تكون رفيعة علشان تبين ان هي عنق الوردة يعني مش شجرة. هجيب بقى تاني حاجة حتة من العجينة الحمراء وافردها كده واعمل ورقة اللي هي من ورق الوردة يعني، وبعد كده احط الغيرة. انا مش مكترة الغيرة يعني مش هكتر الغيرة علشان هي طرية قوي فهتلزق معايا بسرعة. وبعد كده هلزقها بالشكل ده، شايفين من النص كده هلزقها واتك عليها، والجوانب بتاعتها هتنيها عشان تدي شكل كده اللي هو وردة بلدي كده وطبيعية شوية ومورقة كده. اتني الجوانب كده بالشكل ده. تاني حاجة بقى اعملها هي الورقة دي، هجيب ورقة طبيعية كده وافرد عليها العجينة، وعلشان تديني اللي هو التفاصيل والشكل الطبيعي للورق تبقى احلى من ان انا اعمل يعني بالسكينة. شايفين التفاصيل دي جميلة قوي ازاي. هبتدي بقى اخدها واحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه هنا دوت اهو، لفتها بالشكل دوت على العنق، وبعد كده هجيب بقى تاني ورقة حمراء اعملها. هو سهل جدا، هفضل اعمل الورق جنب بعض بالشكل ده وبعد كده احط ورق صغير عليه بالشكل بقى اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. افضل ابططها كده علشان كل ما رفعت كل ما ادت شكل طبيعي اكتر، بس ما ترفعهاش قوي علشان ما تتقطعش منكم وعشان ما تتكسرش لما تنشف. ونعملها نخططها شوية كده من تحت علشان برضو تدي شكل طبيعي. بعد كده هحطها على الورقة دي بس مش من النص، لا طبعا عشان تبان شكلها احلى هحطها عليها بس من يعني من جنب شوية. برضو نفس الحركة اتني الجوانب بتاعتها. وبعدين اجيب ثالث ورقة برضو اعمل نفس الطريقة، بعدين الزقها على النص ما بين الاتنين كده، والباقي بقى بنفس الطريقة دي. افضل اعملها من تحت كويس واسحب الزيادة علشان احنا كده كده هنحط ورق من تحت عشان ما تبقاش مكلكعة معانا. وبصوا شكلها جميل جدا ازاي.
هبتدي بقى اعمل الورق اللي تحت ده، اللي هو الورق الشجر او الورق بتاع الورد يعني، هحطه بنفس الطريقة برضو على ورقة طبيعية عشان تدي التأثيرات والتفاصيل الطبيعية دي، كأنها تبقى وردة يعني طبيعية، ورقة طبيعية. شايفين التفاصيل دي؟ ولزقتهم كلهم كده تحت، عملت كذا واحدة ولزقتهم تحت. هبتدي اعمل واحدة طويلة تاني كده بالشكل ده برضو، واشيلها. اهم حاجة بططها كويس جدا على الورقة عشان تدي نفس التفاصيل والشكل. وبعد كده لزقتهم بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي، اهو كده لزقت كذا واحدة تحت كده، شايفين كذا واحدة عشان تدي بس شكل حلو. وبس كده. في النهاية أتمنى أن انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وبس كده.